خلي زيارتك للعطار طقس من طقوسك للتسوق مرة في الأسبوع أو على الأقل مرة في الشهر. السلام عليكم، كل سنة وأنت طيب. يعني أنا لو عايزاك تتحمل البهارات دي ممكن تتحملها هنا أحسن. طب يعني أخدها حب. كويس، أحسن حاجة لما تشتري البهارات اشتريها حب وخلي الراجل يتحملها لك، ممكن ما تشتريهاش مطحونة خالص. طب احنا دلوقتي حطينا الكمون وحطينا الحبهان وحطينا الفلفل والقرنفل وقلنا القرفة وبلح الطيب كزبرة. نزود كزبرة. دي بقى البهارات السبعة. اعمل لي كمان خلطة كده وروح اطحنها لي لو سمحت. ممكن تخلي العطار مثلا يعمل لك خلطة بهارات لكل حاجة. ممكن تعملي بهارات كبسة وهي كمون وفلفل ابيض ورق لورو حبهان قرفة وقرنفل. انا حابة كمان يا حاج تعملي لي بهارات البرياني لو سمحت. ايوه اعمل لي شوية كاري واعمل لي كمان شوية فلفل ابيض مطحون وعايزة كمان شوية كزبرة مطحونة. ايوه اديني شوية فلفل حراق احمر ولو في ينسون وشمر مطحونين كمان تبقى الف خيرك. يعني عايزة كمان حبهان مطحون وحلبة مطحونة. ايوه اخلط لي بقى التركيبة دي كلها مع بعض. طيب احنا كده خدنا بهارات البرياني، عايزك لو سمحت تعمل لي بهارات المندي انا هقول لك عليهم. عايزه فلفل اسود حب. ايوه برافو عليك، اديك عارفه اهو ما شاء الله. عايزه فلفل اسود شويه حب. خلينا في يوم سعر مقدار كده صغير. وعايزه شويه جنزبيل بس عايزه حاجه تتحنهولي بعد كده. وعايزه كمان شويه ورق لورو. حطلي بقى شويه قرنفل. احنا كده معانا حبهان وقرنفل وفلفل وجنزبيل وورق لورو. ده اللي انا عايزاه بس اتحنهولي لو سمحت. معلش يا حاج هتعبك معايا تحلي الحاجات دي على ما انقي انا شويه بهارات تانية. انا محتاجه بهارات الشاورما، عايزه شويه فلفل حب وعايزه شويه كمون وعايزه كمان بودره الثوم وعايزه شويه بابريكا وعايزه كركم وعايزه كبشه قرنفل وعايزه شويه فلفل ابيض وعايزه قرفه واخر حاجه الجنزبيل. اطحني دول كمان يا حاج. كتر خيرك يا عم هاشم، كل سنه وانت طيب، هاجيلك تاني. الله يخليك، ربنا يخليك يا رب.